ينضم إلينا للحديث عن هذا الملف عبر خدمة سكايب من بغداد الخبير خبير الموارد المائية تحسين الموسوي. سيدي أهلا مرحبا بك. بداية، بلاد ما بين النهرين تبحث عن مياه جوفية لاستغلالها للري والشرب في ذات الوقت، هل هناك مخاطر على المخزون المائي الجوفي؟ مسألة استخدام المياه الجوفية، هذا الأمر حدث بعد الموسم الرابع على التوالي للجفاف، فكانت هناك يعني خطوة أنا أقول هي إجبارية دفعت الحكومة بالذهاب نتيجة للسيطرة أو الحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي. حقيقة سؤالك ما يتعلق بمسألة المياه الجوفية، هناك مخاطر من استخدامها. اولا، لا يوجد لحد هذه اللحظه مسح كامل لكميه المياه الجوفيه. ربما انقطع الاتصال مع تحسين الموسوي من المصدر، او ربما يعود لنا سيد تحسين الموسوي. هل تسمعني جيدا؟ نعم اسمعك، اسف. تفضل. نعم، قلت انه هناك مشكله، لا يوجد هناك مسح او ارقام دقيقه بكميه المياه جوفية من الخزين الاستراتيجي. إضافة إلى ذلك، مسألة قطع المياه وعدم توصل العراق إلى اتفاقيات مع الدول المتشاطئة والتغيير المناخ وكل ما تناوله تقريركم حول مسألة الجفاف بالعراق، هذه أيضا ستدفع بخطر أكبر. كون أنه عملية استخدام الآبار بالطريقة العشوائية أيضا، وهذا سجلت حالات كبيرة أنه لا يتم السيطرة عليها، لربما سنواجه ما واجهناه في البحيرات المتجاوزة، حيث الآن تواجه الحكومة نتيجة تجاوز البحيرات أيضا عملية صعبة في ردم هذه البحيرات كونها استهلكت كمية كبيرة من المياه. وبالتالي سيد تحسين، ما الطرق الصحيحة لاستخدام المياه، وكيف أثرت ربما الأطر التقليدية على استنزاف هذه الثروة؟ بالحقيقة نحن نتحدث عن التقنيات الحديثة. لحد الآن لم يتم استخدام التقنيات الحديثة إلا بمناطق، ولربما هناك فقط في العتبة ما تم استخدامه من خلال عملية الآبار واستخدام التقنيات الري بالرش والري بالتنقيط. هذا أيضا يحتاج إلى نسبة المياه الجوفية بالعراق تحتوي على نسبة عالية من الكبريتات. نحن نتكلم أيضا عن موضوع تحلية ثاني. إضافة إلى هذا الجانب المهم والأخطر، أنه عملية التصحر اللي بدأت تتسع بشكل كبير، ومثل ما تفضلت عامل الهجرة أيضا اللي يضيف عامل سلبي آخر على عمليات على مسألة المياه بالعراق. أنا أعتقد أنه مسألة الذهاب إلى المياه الجوفية واستنزاف الخزين في وقت حرج، لم يتوصل العراق إلى اتفاقية تؤمن حصصه المائية وتغيير عملية استخدام المياه بالعراق، سيكلف العراق كثيرا في الأيام القادمة. نحن نتكلم الآن عن منظومة قديمة متهالكة يصفها العراقيين بالري السومري، وهذه لا تصلح لا مع التوسع السكاني الحالي ولا على المساحات التي تم استغلالها في عملية الزراعة. إذا الذهاب إلى المياه الجوفية في هذه المرحلة هي أيضا استخدامها أيضا أحد الطرق الترقيعية التي نادرا ما أو دائما ما تلجأ إليها الحكومة عندما تكون هناك أزمة. حقيقة الأمر أنه مسألة المياه وما كما تحدث دولة رئيس الوزراء أن العراق يحتاج إلى تدخل دولي أو يحتاج إلى وسيط دولي قوي، وأنا أعتقد أنه الذهاب أو بمستوى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لحل مسألة حصص العراق المائية سيكون أفضل، ويمكن أن يلجأ إلى الدول المجاورة. وبالتالي هل من استراتيجية محدثة ربما بخصوص جهود زيادة الإطلاقات المائية من دول الجوار، وفي حال تنفيذها يعني هل ستحل ربما معضلة المياه في البلاد بشكل عام؟ يعني لكون أكثر واقعية، أنه مسألة المياه بالعراق ومصادر المياه مع الدول المتشاطئة أصبحت يعني عملية ابتزاز. هذه الدول اللي حرفت الأنهار وبنت السدود والخزانات بدون الرجوع إلى اتفاقيات الدولية الدول المتشاطئة، حقيقة والعراق لم يتحرك بهذا الملف أو لم يتجه إلى تدويل الملف، الآن بدأ يدفع ثمنه عندما وقع بالمحظور. أنا أعتقد هذه الدول تبحث عن تحسين اقتصادها مع الجانب العراقي، إذا على العراق كان أيضا الذهاب إلى أبعد من ذلك
كان الضغط على هذه الدول من خلال الميزان التجاري، من خلال الملف الأمني، من خلال علاقات حسن الجوار. وهناك نقطة مستحدثة مهمة جدا ربما في هذا الإطار سيد تحسين موسوي، نعلم أن العراق مقبلة على تنفيذ وتجسيد مشروع يعني مهم جدا في المنطقة عابر للقارات، وبالتالي هو طريق أو طريقة تنمية. هل هذا المشروع يمكن أن يحل هذه الإشكالية بين هذه الدول المجاورة؟ أنا بالحقيقة أعتقد العراق قد لديه مفاتيح كثيرة خاصة بعد 2003، لكن للأسف الشديد نلاحظ أنه هناك ضعف الدولة العراقية، أو لربما لا توجد إرادة وطنية لموضوع ملف المياه. يعني نتحدث دائما عن الأزمة السياسية اللي رمت بكل مفاصلها على أهم يعني على الملفات. نحن تحدثنا دائما ومرارا وتكرارا، قلنا أن ملف المياه يجب أن يبتعد عن المتغيرات السياسية، يجب أن يبتعد عن المحاصصة. انقطع الاتصال مرة أخرى بالأستاذ تحسين الموسوي. عاد أستاذ تحسين الموسوي، واصل إذا كنت تسمعني. نعتذر الخلل بالشبكة، يعني تفضل. ظروف الشبكة داخل. نعلم ذلك جيدا. انه هذا الملف حقيقه يحتاج الى اراده وطنيه، ويحتاج ايضا نبذ عن المزايدات السياسيه. كون ملف خطر السلبيه تكون سريعه، خاصه الان نتحدث عن هجره، وهذه الهجره ستكون هناك عواقب كبيره. نتحدث عن مسببات مرضيه، نتحدث عن ازدياد عمليه التصحر، نتحدث لربما حتى الجانب الاجتماعي، وهناك تقارير كبيره انه هذا الملف سيكون عليه تداعيات سلبيه في مساله الامن القومي، في مساله السلم الاجتماعي. صحيح، ولكن سيد تحسين يعني يحتاج كذلك كما ذكرت في النقطة الثانية من كلامك لجهود دولية، وبالتالي هناك جهود أمريكية لتأهيل مشاريع تحلية المياه. كيف ستسهم هذه المشاريع بحل أزمة المياه في العراق؟ حقيقة بالرجوع يعني قليلا، نحن نلاحظ كان هناك خاصة بالبصرة، تحدثت عن تقريركم أعتقد في بوكا، سلمت القوات الأمريكية أكثر من 5 آبار كانت في وقتها إلى مجالس محافظة. لكن للأسف أنه يعني إحنا نقول أن هناك أيضا خلل في المشاكل الخاصة بعد أن هناك حكومات محلية وحكومات مركزية، هذه كانت آثار سلبية في عملية الاستخدام والاستدامة مع هذه الدول لتطوير ملف المياه. أنا أقولها بصراحة أنه العراق لم يستمع إلى النصائح الدولية في مسألة تحذيرات المياه. كانت هناك تحذيرات منذ عام 2009 أنه العراق سيشهد تغيير مناخ، أنه العراق سيشهد أزمة في عملية المياه. هذه كلها بدأت متصاعدة، لكن الآن دخلنا في وضع حرج جدا، خاصة وإحنا نتكلم عن أنه اختفاء يعني اليوم الخزانات العراقية شارفت على النهاية. أيضا إضافة إلى ذلك، كان هناك تصريح قبل عدة أشهر للأمين العام للأمم المتحدة حينما قال أن يجب الوقوف مع بلاد النهرين، كون أن بلاد النهرين مهددة في أن تصبح بلاد لا أنهر. أنا أقول أن المجتمع الدولي لا ينتظر أو يأتي لأحد ليحل مشاكله. إذن على العراق هو الذهاب والتحرك إلى المجتمع الدولي، وخاصة بعد الدخول بالاتفاقية الإطارية واتفاقية هلسنكي، وهناك تعاطف كبير من المجتمع الدولي مع العراق. لكن نرجع ونربط أنه هذا الملف للأسف لتعدد مصادر القرار بالعراق أفقدت أولوياته، وبدأ يشكل خطر كبير، لربما سيكون تحدي كبير أمام حكومة السوداني. أنا أذهب ذلك أقول لربما سيكون تحدي جدا حتى للعملية السياسية، كون أنه هذا الملف بدأت آثاره تكون متسارعة وتسير بسرعة جنونية نحو منحدر سلبي خطير. وأنا أتكلم هنا عن عامل لربما جفاف بالنسبة للأهوار، بالنسبة للمصادر المائية، بالنسبة لفقدان الثروة السمكية. الآن لربما كل الشكر لك سيد تحسين الموسوي الخبير، خبير الموارد المائية، حدثنا مباشرة من بغداد. شكرا سيدي.